قالوا خرب العراق اثنين، سيد علي الشريفي وجوجو طوط. ارجع لي. اقول لك نعم. تعال لي، هاي الحكومه، هاي الحكومه، هاي الاحزاب العملاقه اليوم كلها هسه في حاله سبات، لان جوجو قال انا راح اطلع عندي ملفات عليهم كلهم. اليوم هسه راسي يظل يضرب براس. اليوم هسه اغلب اليوم تلاحظ انت الوضعيه كلها خايفه، ربك الوضع بالعراق كله هذا جوجو. قبل عم زي شوي طلع على علي الشريفي، بس هاي هم ضربه الله، ترى هو الله صدقني. يعني تشاورت بيهم؟ تشاورت بيهم؟ هم بخس وانقس، الله وكيلك، هم ذولا اللي كذا يظاهرون بالدين وبالقيم والمبادئ. هذا قالهم انا عندي شلون اللي انا باوع استاذ قحطان. اليوم انا اتفاجئ يطلع القضاء العراقي يقول انا عندي ملفات اذا احكيها الناس تجي على الخضراء وتحرق القاصه والداني. يطلع مشعان الجبوري يقول انا وياي جماعات بالدوله مشتركه بالفساد، بس والله اذا اقول بساميهم الشعب العراقي يطلع مصلخ. يطلع جبر صولاغ يقول اكو جماعه بالحكومه. زين تعال استاذ قحطان الله عليك، يعني شنو اللي دا يصير؟ يطلع اليوم جوجو دعاره يقول انا اكو كبار بالدوله يجوني بسيارات يطببوني للخضراء عليهم، يفتر عليهم. شو يسوي؟ وياهم سلفه؟ بس اريد اعرف يروح لهم. يعني مسؤولين كبار يفترون بجوجو طوط. انا لان يا اخي والله ما ادري، هو كل الشعب العراقي ده يقولها، بس من قحطان يقولها تصير وصمه عار. يعني كل المسؤولين او بعض المسؤولين يفترون بجوجو بالمنطقه الخضراء. هو جوجو يقول انا سيارتي مظلله واجي اطوب واطلع ويفتر على المبشرين بالجنه. وين النشيط؟ النشيط هسه غير كون ذول العاديين، لا وين الشحنتي؟ يفتر عليهم يفتر عليهم خطي يلعب وياهم دومنا.